اخر ما كلمه من الليل اليوم خلتنا نعبد الاسئله اليوم بنقول له عبد الله هو اجهاض طبيعي لكني خفت كسر الراس كله فتح مني كيف انا راس بجونا انا الراس مالي سنه انا الاورنوي زينك وجونا انا سنه يبدي انا مثلا لا حسن انا بوزر جالا الراس ما يرتي وران حتى وليدي ما كسر الى جاي ما كان انا بجول لي روزه قال لي روزه وحال لو قدر الله يرجع ما انت اللي جبتي انا كنت على عيب بامريكا مره يا الكابتن حتى انك اقول هذا روزه روزه دو قال لي حديث عبد الله من كيو عبد الله احسن هو ذاتي لا انت هو البرنامج كان او الدين محاوله صاحبه قبره وقفصي اسلام تقاع وحين قتي انسان جبرك يو سانا واروسي ناقول لها وحي اشبعا وحكا قبتي ويسي دوكسيا معاون لقيا ارضيا وحبان برنامج اللي وقف تلوفلي سو كني تي في لنا نيو بيك سانا اوت بيس انيو انسو محايس الفيديو تطور الروادي تي في لانت هو بقى حسيه برادر هذا حتى اي واحد حتى لو كان جيني جانس ورد اي نوع اللي قلنا في سوالي حكاك بعد والله اني واحد صحيح قوي في عمان في تي في قلات هذا ومد الصومال كل كان لك الشيء ورني واحد سمينا مش هلاك تحاول يا ميسين حاسمين الناوي حاسمين هل مدى سمينا يسينا وحاكي برامش حاول بدل يسين الموق داتانا بلعوم مقشلا مقال صومالي مقال دات يكدعي دات كاس علي واو كان يسين برامش حكين يسين على ذي من البلايو هذه خاصة الصومالي والو سكونتا دارا كلاي عاورا نجي أرضيا وحوا خارج جديد سمسى برامج كاس مجنون هذه إنترنت اسمه ترى بس يا رب الله يجي أنا عليه كم مرة بعد برادا 2014 أنا مرة لازم نيوسف نيوسف بيتي صح تي في كي أنا أول واحد سنتي دي أنا كم يعني ها نقوى لما سعيشتين يا أخي لانه قبلين الصومالي اذا شفته ولي عسينا روح عسينا كبحلين هتصور ما يصير من فيديو كومنت على الفيديو وصوت قال طع عسينا هذا اساس هيدا جوجل انها قشت نيجيريا حوشيش وحس ودك سنة روح عسوا كده يا جوجل سوى كده يا نيجيريا اليوتيوبيا الصومالي وصوت قلنا ودا روح صوم ما يصير حتى صوت على العالم ميا قبل قلنا وما قلنا لنا ميا روح عسوا كده سبع وحش ما يصير لك نيو وحنا وحش القلم انا مدح بينا حتى صرنا كهنا كهنتين هناك ولا شو كاسنا انا سدرتين واحد اخر قال معني واحد كان ما نو كنتين يوم هذيك كني لو هذيك كني نيو تي في كان تهو هو كل مش خوشا هذيك واحد كان كل بس انت واحد لكن هذه انا فترة هنا هذه هذيك كومنت ديال الربا مجاجل على الربا حسن على الربا تكون على الربا خصوصين هذه لكن انا انسان زي طيب يعني انا كان بلبس اسمه بدون انا كبلين وصومالي اذا شفته بدون انا اليوم تصبر بلان ولا اني وحص بصوت هذه محار وحتى فيسبوك انه مثلا كان توز الفوتي قال فيسبوك انه شنو وحد سيد ايش بي بي ان فكرات ما هو والله مش هيو ولا صوت هذا انا اللي صوت فيسبوك قال لي لا يا جيت ما تخاني مياه فيسبوك ما كان ديسين انا بس انا سلف من كان قال له يا قبلين سامعني لو كان شفته وقول يا ان لله وانا اليه راجعون نموينا تي اوسام قبل الصومالي سام فوز لين ابسلس قبل هنا الصومالي سام ركز سو بيلي انا واحد كان دي سكتاي يا حد ما حاش انا قد ما يسين وح ما يسين اما تضح يسين هذا يعني ما وحش اي من حديثكم مخلي مع الله كما تدين الزلام هي قلت لك تدوق سوين وسوار على رب المسلمين سام بوم تي كون قبل ما انا انا صمال قوه تغني له وسوي تحرير او يوروبي براي باي برفكس ودش كوف كواسا فرق الغالبية قبل روح أصبح المال هذا كلمي هذا محيا يسيني أنا وقتها وش غزل دور كان دور كان زمان وعسان يلسين ده داني هو حق هذا كره والله بتعاون كنا جرنيه وبلا توفيقني فاني فيسبوك لو كنت أنا فكر صبر ثاني الرغاية داعم فيديو كان حق دورني هو قاعد يرينا فهسين إنه كان وحياه عن الله بعدين سكسو دوايا كان هم حقول الجيدا فيديو والله انت هوي لما كان تي في والله انت هوي الله بحي عبت أقول أنا إيش كده يعني معنا أنا واحد كل واحد وطلق لي برنامج كان إن فهسينه إنه هين واحد إيش كسمي وواحد سوء أبوني وطلق لي قبله إن سألهم قبلهم إيه قبلهم أحسن حتى كده بنو حن باب دنيا تي في قلنا تهوده إنه إيش كده عفوا فده حدا وقاعد قبلنا سومالي كليب كان واحد سمعناه وطلق لي
dadka inta badan gabdhaha soomaaliyeed dhalinyarada gabdhaha soomaaliyeed sabtarada ku rida ama caynayo ama tv soo dhigayo facebooka ama youtubeka soo dhigayo oo dhahayo gabdho kale oo nigerian ama ugandes intay wax sameeyaan misna ka dhigaya gabdhihii soomaaliyeed xitaa maan dhuwit waxaa arkay youtube baa gudaha ogolo option dhahay gabadhii lagu sheegay gabdha soomaaliyeed waa lay dhahay maahan ilaa african iyo kenyaanti waxay tahay muwey waxbay ku arkay marka fadeexada laga yeelayo gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho naan udhashay waa gabdho nagu diin waa gabdho nagu kalare walaalaal waxaa idinka codsanaa in aanu la samaynin muqaaladaas iyo sawiradaas inanu soo bandhigin gabdhaha waa gabdheen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tvgan waxaan u samaynay dhallinyarada ku nool qurbaha khaasatan tvga nimankana madaxbahay laantahawada tvga laantahawada videogan waxaan ku aragna waxyaaba badan ay facebook soo dhigayaan oo ay kamid yihiin gabdhihii soomaaliyeed oo ay sharaftoodii baadilayaan ku ciyaarayaan intaasna waxa ay ka rabaan ayagu waa commenty aan waxay yidhahdaan leeg laakiin waxaan suurogalay mooye gabdhaha soomaaliyeed waa hooyadaba walaashaba goonabata waa qabi doontaa sida ka daaya gabdhaha soomaaliyeed sidaa ka daaya walaalayaal yani fadiixadan aliska dhaafoano haddana onilkaad soo hadlayo barnaamijkan jadiidka facebookana fadiixada kuwadiina inaa iska dhaftiin anil rabaa yani gabdhaha soomaalina waa walaalayaasheena waxaan rajeynaa walaalayaal dumarka oo qurbada joogaan inuu sii khalad u fahmin waa dumarkeena iyo ubocadind yuusubari waxaas kuleen wax wadankeena waay inuu iska dhaftiin kuwaan qurbaa ka yimaadeen foodo caadiya u yihiin waxaas iska dhaafa ka baxa waxaas kuleen soomaalilan soomaali noo laabto soomaali waa hal